خوت السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. اليوم حنا في واحد الفيديو جديد، واحد المنطقه جديده، هي منطقه النواحي يمين تانوت، مدينه يمين تانوت. دورت الجوج واحد المنطقه اليوم، واحد جبال، واحد المنظر رائع ومنظر جميل. اليوم الخوت غنوريكم واحد البلاصه اللي كيعتقدوا الناس بان هذا السيد كذا وكيجيب الرزاق وكيجيب هادي وكيجيب هادي. يعني هذا السيد هذا الناس كيعتقدوا بانه هو كيعاونهم وكيجيبوا ليه سميتو الهديه وكذا والى اخره. المهم تفضل معايا. هذا هو المكان هنايا كيعتقدوا الناس بانه هذا السيد هذا كيجيب لهم يعني الا خصاتهم شي حاجه كيبغيو يدعيو ليه بالولاد او بكذا او بهادي او ما شابه، وحتى اللي مريض واللي مقيوس واللي بزاف ديال المسائل اللي هي ماشي مشكل. ما تخافوا راسك، قول بسم الله. هذا ما تخافوا والو، حاجه هو الدخول لهذا المكان وما تخافوا. بسم الله صاحبي، بسم الله تبارك الله. صور كاع انت مالك. بسم الله بسم الله. هانتوما كيما كتشوفوا الخوت، هنا كاين الشمع. صور الشمع. كاين الشمع. ها القبر نتاعو، هو هذا، ها هو هنا. الناس كيعتقدوا بان هذا السيد هذا راه كيداوي بزاف ديال الحوايج، واللي بغى تجواج، اللي بغى تسميتو، اللي بزاف ديال الحوايج، ها هما كيما كتشوفوا. ها القبر نتاعو، قرب الاخ قرب. الناس بزاف كيعتقدوا هذا واحد القبر، والله اعلم داكشي، العلم لله. وانا انا اش غنقول لك، انا ما كنصدقش بحال هادشي. هادو كيقولوا الناس بانه كاين بزاف ديال الحوايج كما كتشوفوا. وانا نعرفوا لا هادشي راه باين، باين خرافات، بلا ما نناقشوا فيه. راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطي، هو اللي كيسميتو. وهاد المنطقه هي منطقه تجوج نواحي يمين تانوت. وبغيناكم الخوت، تدعمونا وتوصلونا للألف ان شاء الله. وكنتمنوا هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ومازال غتشوفوا مع علي المسعودي، مازال تشوفوا بزاف ديال الحوايج. غير تعاونوا معنا وديروا فينا النيه وديروا فينا الثقه، وان شاء الله ما يكون الخير. ونخليكم مع بعض اللقطات الرائعه ان شاء الله. من بعد هذه اللقطه هذه غنخليكم مع واحد اللقطات اللي هي رائعه وزوينه بزاف. وكنتمناكم تدعمونا وتوصلونا للألف ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.